الله بقى على اللحظة دي اللي دايما بكلم حضراتكم عليها، والنشيد الوطني المصري بيتعزف أو علم مصر مرفوع في المركز الأول في بطولات عالم جنب الأعلام التانية، ولكن هو متصدر القايمة. وأبطالنا في الحقيقة يعني مصر دايما ولادة، وبقول دايما احنا محظوظين في رفع الأثقال، لأن كل فترة كده بنلاقي أكتر من اسم وهم بيبقوا قد المسؤولية. وعلى فكرة مش في الأسوياء بس، كمان البارالمبيكس عندنا أبطال كتير جدا في رفع الأثقال، ولكن تفاصيل أكيد النهاردة هعرفها أكتر من ضيفي اللي منورني النهاردة، كابتن محمد عثمان المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال. مساء الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك، ألف مبروك. الله يبارك فيك ومبروك لشعب مصر كله. احنا يعني مش مبسوطين، احنا فخورين باللي انتوا بتعملوه، واسم نعمة بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي كان جديد، يعني الإنجاز جديد والاسم جديد، فكنت سعيدة إن احنا عندنا صف تاني وصف تالت وبتعدوا، بس اللي هو ايه الأبطال مش هتخلص. كلمني عن البطولة الأخيرة والإنجاز اللي حققته نعمة. يعني بالنسبة لنعمة، يمكن كنت بقول لحضرتك احنا ربنا بيكرمنا كده كل فترة بموهبة جديدة. كان عندنا نهلة رمضان بطلتنا، بطلة عالم والأولمبيات، واللي هي زرعت البنات في مصر. بعد كده جت موهبة بعدها سارة سمير، وما زالت سارة موجودة في الملاعب إن شاء الله، وترجع وتكون أفضل من الأول إن شاء الله بأمر الله. ربنا كرمنا بنعمة، ونعمة حققت الحمد لله إنجاز إنها تاخد أول عالم. دي ما حصلتش من 2003، لأن كانت آخر بنت نهلة هي اللي واخدة أول عالم. هي كان ليها نصيب من اسمها، هي كانت هي نعمة على المنتخب، وهي نعمة، وهي إنسانة فعلا طيبة جدا في حالها جدا، لكن من جواها عزيمة وإصرار إنها عاوزة توصل للهدف اللي جواها. يعني يمكن الفترة اللي فاتت ديت أنا بسميها معاناة، بس هي كانت دفع للعيبة. إحنا اتجمعنا في المعسكر في شهر 3، فكان معظم اللعيبة جاية، إحنا اللي اتجمع 5 لعيبة. كانت نعمة جاية رستها مكسور، جاية بإصابة، جاية بإصابة وجاية من غير تمرين خالص. فيمكن لما بصيت لها كده هتتمرن إيه ده كل حاجة يعني. فالمهم بدأت معها واحدة واحدة، بدأنا نعالج إيديها، وعملنا في بطولة الجمهورية في شهر 7 وكأس مصر، يعني دوت أول لقاء يعني نشوف فيه لعيبة ظهرت لمستوى إيه. فأنا ملاحظة في التمرين كانت ماشية كويس. أفضل أرقام عملتها نعمة كانت 93 و118، دي أفضل أرقام ليها. جينا في شهر 7 في كأس مصر عملت 100 و120، ما شاء الله، فكده تقدمت بمستوى. دي كانت مؤشرات، بدات مؤشرات طبعا. وجي بعدها في شهر 8 طوكيو، فحسينا المستوى احنا كده بنقرب الحمد لله، وهي بتتقدم. قلت لها خلي بالك يا نعمة، ان شاء الله بامر الله احنا في بطولة العالم اللي جايه دي ان شاء الله هنعمل حاجه، وركزي. حضرتك بتتكلم على طوكيو، بتشوف المنافسه فعامله فيها ازاي عشان بطوله العالم هيبقوا هم دول المنافسين ليه. مش بعاد، تمام. فقلت لها ركزي ان شاء الله بطوله العالم اللي جايه ديت هنعمل فيها حاجه، وحاجه كويسه ان شاء الله. البنت بفضل الله، انا بقول لحضرتك يعني هي مجتهده ومركزه في اللي بيتقال لها. فجينا في بطوله العالم ديت الحمد لله، اخر حاجه عملناها في التمرين عملت 105 و125، جت في بطولة العالم 106 و127، ما شاء الله، وكانت بتخسس. يعني كان ميزانها في الطبيعي يعني هي لعبت في ميزان غير ميزانها؟ لا يعني هي في الطبيعي ميزانها 64، أوكي. بس في الطبيعي ممكن اوزن 66، تمام، 66.5، بس تيجي في الماتش لازم تبقى ال 64. جت وعملت ارقام جديده بالنسبه، وكانت على ميزانها وكل حاجه مظبوطه. طيب انا عايز اسال حضرتك في النقطه دي، يعني اوقات الارقام او اللعبه الرقميه فيها رقم، ما بيبقاش فيها هزار، يعني انت رقمك كذا فانت رايح، انت عارف انت بتلعب على ميداليه ايه. تمام. الحاجات اللي زي دي بتبقى يعني بترجع للبطل، هل هي سمات، هل هي بتبقى شعورها بالمسؤوليه بيزيد، او هي فعلا لعبه بطولات في لاعب تمرين. تمام. اكيد حضرتك عارف. تمام. بقول كلام انا لا مظبوط، لا من الكواليس. لا تمام، صح. وفي لاعب بطولات، يعني في لاعب تلاقيه في التمرين بيدي بس تلاقيه في البطوله حاجه مذهله، يعني بيفاجئك، هل يعني هي من النوع ده؟ يعني حضرتك قلت حاجه مهمه جدا يعني. ودي عندنا في لاعب انا بوقف وراه قلبي جامد، ان انا هيخش حاجه ونعمه تاني مره انا اقف وراها من اللعيبه ديت.
في لعيبه كمان برضو ويمكن بس يعني ما حالفهاش الحظ للاصابه، حليمه عبد العظيم. حليمه دي من اللعيبه اللي تقف وراها في المطوشه، لعيبه هي بنوته وعسل وكل حاجه بس راجل. وفي لعيبه بعدها عن المنافسات بتعمل لها فوبيا شويه في المنافسات، اللي هم بيسموها حمى البطوله. يعني حمى البطوله بتحصل لاي لاعب قبل دخوله، بس هو مجرد ما دخل التسخين خلاص عزل نفسه. وفي مجرد بس في ما بيقدرش ان هو بيقدرش يسيطر، يعني بيبتدي هو يفقد تركيزه ويبتدي الامور تتملك منه، القلق والتوتر فبتبقى الاسوء. طبعا حتى ارقامه اللي في التمرين ما بيعملهاش، ممكن ما يعملهاش. فدي لها علاج. علاجها ايه؟ اني ممكن مش هسيب اللاعب ده كده، يعني ممكن اللاعب يكون كويس جدا، طب انا عاوز احل المعادله دي ان انا ممكن اخده اي ماتش احطه تحت ضغط عصبي، ان شاء الله حتى تكون بطوله القاهره او ماتش مش مؤثر، يعني ماتش مش مؤثر بس هطلب منه ارقام معينه. هيبقى دي اللي ما بينه وما بينه، ولازم تعملها. المره دي هيفشل، المره بعدها هينجح، لغايه ما يبقى عنده المنافسات ديت هو بيتمناها. عملتها قبل كده وجابت نتيجه؟ انا اتعملت فيا انا. يعني انا كان يعني انت كان شويه، لا انا جيت فتره لان انا كنت وانا لاعب كان بخسس كتير. وبعدين كنت بعيش في دور قبل الماتش كده بثلاث ايام، وده غلط، افكر في الماتش، افكر في كل ده ضغط عصبي، تتشد زياده اكني بلعب ماتش كل يوم. فجي مدربي الله يرحمه كابتن ماهر امين، الله يرحمه، كان من افضل مدربين مصر، بدا ياخدني بطوله القاهره العبها، بطوله الجمهوريه العبها، بطوله كذا العبها، بطوله كذا العبها، فخلاص وعرفني بروفات كتيره وقال لي انا مش عاوزك تفكر في الماتش، قال يعني سوري وانا بلبس لبس الماتش فعلا. واول ماتش دولي شاركت فيه عملت رقم افريقي ما اتضربش لغايه دلوقتي، يعني كسرنا اللي حصل ده. فليه عليك كل يعني اصل حرام اللاعب المميز دوت طبعا وحاجه صغيره تعطلت. حليمه ايه اللي حصل لها؟ حليمه كان قبل الماتش جالها تمزق في العضله الاماميه. وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، احنا ما كانش معانا دكتور، ما كانش معاكم دكتور في بطوله العالم ولا في بطوله العالم ولا في المعسكر. احنا كنا الفتره اللي فاتت دي بالظبط كده مدربين ولاعيبه بالمجهود الذاتي، مجهود ذاتي. لا كان معانا اخصائي علاج طبيعي، لا كان معانا دكتور، كل دائره النجاح ما كانتش مكتمله. وده اللي خلانا يعني انا مش كنتش عاوز، طبعا اللعيبه حاسه بالكلام دوت وطالباه. احنا العدم كان موجود مجلس اداره موجود في الاتحاد، كان في لجنه مؤقته، واللجنه المؤقته اتشالت وبعد كده اللجنه الاولمبيه هي اللي كانت مسؤوله عننا، وما فيش مجلس اداره، فكان في بعض الحاجات لازم يكون قرار مجلس اداره عشان تدفعها، بس احنا مش هنوقف على كده، احنا عاوزين انت عايز العجله تستمر. فكنت بازرع في اللعيبه ان دوت دافع لينا، احنا مش هنوقف لحاجه، احنا لينا هدف قدامنا وعاوزين نحققه. اوكي. فكنا يعني اجتهاديا. حليمه دي يعني قبل الماتش حاولت معاها بفتره كده هنشارك وهنبقى كويسين، اتعالجنا واحده واحده، لكن هي كانت في التمرين وصلت ل 125 و 160 والارقام دي كانت تجيب لها اول. ما شاء الله. طبعا الاصابه منعتها والتحكيم ظلمها في المحاولة الثانية. طيب إيهاب أو محمد إيهاب كان من مرشحين أيضا، إيهاب حصل له برضو إصابة؟ إيهاب حصل له إصابتين وفي يومين قبل الماتش بيوم، يعني إحنا عنده بدلك كبير. إحنا حضرتك لما بنوصل هناك التدريب الفرق بمواعيد وفي الديسكات اللي بنتمرن عليها بأرقام، فأول ما وصلنا هناك ميعادنا الساعة 11 الصبح، رحنا مكان التدريب، ارقام مصر 1 2 3، دخلنا على الديسكات لقينا الديسكات ناعمه. حاولنا ان احنا نغير، كل فرق كلها كله بيتمرن محاولات، فضلنا نسخن واحده واحده لغايه ما فرقه مشيت واحنا نقلنا على الديسكات ثانيه، فهو بيسخن رجليه في حركه عندنا الكلين والنطر، بينطر رجليه اتزحلقت فجابت له العضله الضمه. الحمد لله اشتغل تأهيل على نفسه هو قبل الماتش، بدأ ان هو الامور تبقى معاه كويسه. الديسك الناعم يزحلق الرجل. طبعا. لازم يكون ماسك. بدأ الى حد ما مع
مع التأهيل شوية كده وبدأ بقى كويس، بس كان في المنافسة أول ما بدأ بيحاول إن هو يخلي باله إن الضمة ما توجعوش. دخل المحاولة الأولى 160 كويسة، دخل 64، وال 64 دي كانت ممكن تجيب له ميدالية. من تحفظه على الضمة كتف تعبه. فحصل تمزق في الكتف، دكتور البطولة قال أنا عن نفسي أنا ما يكملش. ورأي رأيكم. فطبعا حافظ عليه. طبعا الإصابة حافظ عليه طبعا. فاضطرينا يعني إحنا الإصابة ممكن تتفاقم فتبقى مشكلة أكبر من كده. ممكن لأن هو خرج، هو يعني هو خضني أول ما خرج من المحاولة قال لي أنا كتف اتحرك. فكتف اتحرك دي ممكن يكون خلع جزء ولا حاجة. طبعا. فدكتور البطولة كشف عليه قال هو ممكن يكون تمزق، وتاني يوم عملنا له إشاعة وخد علاجه، هو في المركز الأولمبي برضه في علاجه إن شاء هو الله. هو بطل كبير إن شاء الله يرجع طبعاً طبعاً. بسرعة. طب أنا عايز أسأل حضرتك، يعني في كلام كتير كده اتقال دايما إيه لما بنشوف حاجة حلوة قوي ما ينفعش نخليها حلوة للآخر، ده احنا طبعاً كده ربنا خلقنا. انت حضرتك عارفه كل حاجه. ايوه ربنا خلقنا كده، ما ينفعش نفرح كده ونحمد ربنا ونقول ربنا يزيد ويبارك، لا نقول اصل بطوله العالم دي مستواها ما كانش قوي عشان الاولمبيات اتلعبت في نفس السنه اللي اتلعبت فيها بطوله العالم. وابطال اللي شاركوا في الاولمبيات ما شاركوش في بطوله العالم. خليني اقول لك اللي بيتقال برضه. طبعا تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ اول حاجه بطوله العالم دي كانت اجمد من الاولمبيات. احنا اعتدنا، يعني اعتدنا قبل كده كانت اول بطوله عالم تيجي بعد الاولمبيات. فكل المستويات العاليه ما بتبانش وبتيجي البطوله دي ضعيفه، لكن دلوقتي اتغير. يعني ما في فوق تيل ضربت ارقام عالميه. مين ضرب ارقام عالميه؟ لاشا. فوق المفتوح، ميزان المفتوح. الوزان المفتوح. بس منتخب الصين ما لعبش. منتخب الصين ما لعبش لان هم كانوا لعبوا بطوله ودخلوا حجر صحي فما قدروش ان هم يشتركوا. ايطاليا ما لعبتش، بس احنا بنتكلم على ايطاليا ايه يعني لاعب او اتنين مميزين فيها. يعني مش هي دي اللي هتوقع البطوله. تمام. اسبانيا برضو، يعني مش الدول اللي شاركت اللي هي ليها تاثير يتضاعف في البطوله، لا البطوله كان ميزان 96 كان ميزان جامد. ميزان 89 اللي كان فيه كريم كان بيلعب على 2 ذهب. ويمكن هي دي هنرجع لحته ان اللاعب كتر المشاركات الدوليه هي اللي بتديله الاحساس بعدم الرهبه. احنا دخلنا ال 207 بتاعت كريم دي تجيب له 2 ذهب. يا ايه تجيب له رابع. فكريم كان برضو من اللعيبه اللي كانوا مخسسين كتير، وللاسف احنا كنا قبل الماتش اللعيبه دي كانت معظمها في التجنيد او في الجيش، هم اللي كانوا بيخلصوا الاوراق بتاعتهم. ما كانش في مسؤول بيخلصها لهم. فدي برضو قبل الماتش دي المفروض هم ما يعملوش الكلام ده خالص. يعني لما لاعب يروح يخلص اجراءات جيش يجي لي اليوم دوت تعبان. انت بتبقى في معسكر مغلق بتروح بتسافر رايح بطولتك رايح يعني تبقى اصلا انت اوريدي اصلا فاصل نفسك عن الاحداث من فتره. طبعا. اي حاجه المفروض بيبقى في تسهيلات ان هي تفرق في الفتره الحرجه. في الفتره الحرجه تشارك في بطوله عالم مش تلعب بطوله جمهوريه. لا 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 لا، لعيبه ده بيعمل حاجه هنا وده بيعمل حاجه هنا، وانا ماشي على برنامج تدريبي فبضطر اغير فيه، بضطر اغير كل لاعب. بس يعني لحد ما الحمد لله الامور كويسه. الحمد لله. خليني استاذن حضرتك نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين كلامنا عن بطوله العالم لرفع الاثقال، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين كلامنا عن رفع الاثقال ومنتخبنا اللي شرفنا في بطوله العالم الاخيره باوزبكستان مع ضيفي اللي منورني كابتن محمد عثمان المدير الفني لمنتخب رفع الاثقال. كابتن محمد، عايز اسال حضرتك، يعني كان قبل الفاصل اتكلمنا عن تفاصيل ابطالنا ومشاركاتهم وممكن يكون سوء الحظ لبعض اللاعبين والتحديات اللي انتوا خدتوها في ظل امكانيات ما توفرتش لمنتخب مسافر يلعب بطوله عالم، كان المفروض الامور تبقى افضل من كده بكتير. بنتكلم في ده دلوقتي عشان بعد كده الامور يعني تبقى واضحه. تمام. واللي تعرضتوا له ما يتكررش، لان الابطال اللي عندنا احنا مش عايزينهم في بطوله العالم، احنا عايزين باريس. تمام. ده الحلم اللي كلنا بنحلمه طبعا، ده الهدف. بطوله العالم اللي في اوزبكستان، حضرتك راضي عن اداء او نتائج اداء منتخبنا؟ يعني عاوز اقول لحضرتك يعني اولا يعني اشكر اللعيبه، يعني وانا راضي عنهم جدا لان هم اتحملوا حاجات لو في وقت عادي استحاله
يستحملوها. يعني اتكلم ابسط حقوق ليهم. كانت الفتره اللي فاتت ديت احنا بقالنا من شهر 3 لغايه دلوقتي يعني كل اللعيبه لم يتقاضوا مصروف جيب. من شهر 3 لغايه دلوقتي. حتى الاجهزه الفنيه. بس احنا شغالين حب. و 9 شهور. يعني فدي يمكن كل لاعب ليه التزاماته ليه كذا خالص. بس دلوقتي الحمد لله يعني في ظل موجود مجلس اداره جديد ان شاء الله الامور دي كلها هتتحل ونشتغل للهدف اللي احنا بنسعى ليه. طيب هل حصل جلسه مع مجلس الاداره الجديد ولا لسه ما حصلش؟ طبعا انا قبل ما امشي بيوم كانت الانتخابات اتعملت قعدت يومين بالظبط وبصراحه الناس يعني سهلوا لنا برده حاجات كتيره. لكن ان شاء الله الجلسه دي هتتم ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد لازم تبقى في اقرب وقت، مفيش وقت اصلا للفريق خلاص. ان شاء الله في امر الله. طيب يعني فتره الايقاف كانت سنتين اكيد مش قليلين وحضرتك عارف طبعا كده. احنا في وقت الكورونا لما قعدنا تقريبا 3 شهور توقف نشاط رياضي الناس كده. اللي ما بتروحش الجيم نفسيتها تعبت طبعًا. مش البطل طبعًا. السنتين دول اكيد اللعيبه واكيد الجهاز الفني او يعني قوام المنتخب اكيد عنده مشاكل. المشاكل دي هتعالجوها ازاي الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا لما يعني اتجمعنا الفتره اللي فاتت ديت ما كانش فعلا قوام المنتخب كله. احنا يمكن خدنا بعض الناس اللي هي موجوده في الوربا وبتاع الاتحاد الدولي وليها تصنيف دولي، دي بدانا بيها. وبعد كده بعد كاس مصر حبيت ان انا اطعم الفريق بثلاث عناصر كان دخلوا بعد بطوله الجمهوريه، وكان في ناس تانية المفروض تتضم بس يعني ما اسعفنيش الحظ ان هم يتضموا، ولاعيبه مميزه وكانت ممكن يعملوا حاجه في بطوله العالم. يعني لو اشتغلوا يعني هو انت العدد بالنسبه لك كان محدود؟ كان محدود جدا. يعني هم اللي كان موجود ثلاث بنات وكان القوام كله 10 لعيبه. كان محطوط ميزانيه معينه للسفر فانت يعني الامور اتحكمت بكده؟ يعني ده لا ما كانتش كده. هو بصراحه لما جينا نسافر كانت الامور ميسره من اللجنه الاولمبيه. بس انا كان موجود في الوقت دوت لجنه مؤقته وكان معظمهم كانوا يعني متعينين من الوزاره فكان لسه عاوزين اللي داخلين هم اللي عليهم عين. طب ما انا هجيب ناس وهشتغل معاهم. هو عايزك اللي انت تاخده تروح تجيب لي بيه ميداليه. لا هو مش هيحصل الكلام ده. لا هو ده كان التارجت يعني بتاعه. لكن مش هيحصل الكلام ده. فخدنا الناس اللي هي تعتبر بتتمرن بره ويهمني اللي موجوده في الاتحاد الدولي في الورا باب بتاع الاتحاد الدولي ما تسافش بره. واشتغلنا معاهم وبعد كده طعمنا بعد برضو تاني. فان شاء الله الفتره اللي جايه طبعا هيبقى قوام اكبر من كده وهنشتغل على صف تاني عشان يبدا نفرغ نجيب لعيبه ان شاء الله. طيب ممكن اسالك سؤال عن باريس، الاعداد لباريس؟ ممكن الناس بتتفرج عليا تقول موضوع بدري، بس هو مش بدري خالص. لا مش بدري خالص. احنا بنتكلم في الخطه اللي انت حاططها يعني الاستعداد لباريس عملت ايه؟ طبعا من السنه الجايه ان شاء الله بامر الله احنا عندنا منافسات. انا مش عاوز ابعد ال 20 سنه عن الكبار لان ممكن ال 20 سنه دول ممكن نلاقيهم في باريس. منهم بعض عندنا ناس مميزه. عندهم ان شاء الله في اول اشتراك ليهم في يعني شهر 3 شهر 4 لسه هتحدد من الاتحاد الدولي بطوله العالم ناشئين. في عندنا بعض الاسماء ان شاء الله يعني هتسمعيها، احمد مجلي، ياسر اسامه، نعمه اللي هي لسه ناشئه تحت 19 سنه. فدول ان شاء الله يعني بامر الله يكونوا اوائل ان شاء الله في بطوله العالم ناشئين. بعد كده هنقابل بحر المتوسط، بعد كده دورة الألعاب الإسلامية، بعد كده بطولة العالم في الصين، يتبعها البطولات دي كلها تخللها بطولات أفريقيا وبطولات العرب وبطولات 17، بطولة 17 إن شاء الله في شهر 5. ودي يعني بنشكر برضو الوزارة المشروع القومي إن إحنا بناخد عناصر مميزة منهم، هم دول اللي هيشاركوا في بطولة العالم. وبدأ التأهيل، هيبدأ التأهيل إن شاء الله من شهر 2. والموازين اللي هتشارك في الدوره الاولمبيه لسه نازله من قيمه يومين التعديل بتاعها. لو حبيت حضرتك اقوله لك طبعا. في الصبيان ميزان 61 وميزان
89 و102 و دي تعديل في الموازين. تعديل ده هي دي اللي هتشارك في الاولمبياد، اللي هتشارك في الاولمبيكس. اه وميزان 73 وزائد 102 ده طبعاً. بالنسبه للصبيان. في البنات 49 و59 و81 وزائد. وفي البنات فرصتنا كويسه قوي ان شاء الله بامر الله، لان نعمه هطلعها ان شاء الله من 64 تلعب 71. ده مش هيبقى اصعب عليها؟ لا ده ان شاء الله هيبقى اسهل، لان هي يمكن بقول لحضرتك اللي ده الشيء بيحس بيه، اللعبه دي ناشئه. انا لو خسستها مره واثنين وثلاثه ده بيأثر في عمرها. في عمر اللعب يعني. لكن انا لما اسيبها يعني هي خلاص الطبيعي ان هي من الهوا هتزيد، من الهوا هتزيد. فانا عاوز اديها الفرصه، احنا لسه عندنا باريس، يبقى عندها سنتين استعداد. ميزان 71 دوت يبقى ميزان اولمبي اكيد، فممكن توصل لارقام يعني ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله وتخش من ثلاثه الاوائل. طب الدرس لو احنا خدناه وما اتعلمناش منه يبقى احنا نستاهل ان احنا يعني طبعًا. نقع فيه تاني. طبعا طبعا. وقعنا في ازمه المنشطات، حضرتك تتعامل مع الملف ده ازاي، وخصوصا ان هي ازمه متكرره، ازاي نضمن ان احنا واحنا بنحلل ما يطلع لناش عينه ايجابيه نلاقي ازمه كبيره وبندخل في مهزله، انا سميتها مهزله. اولا يعني انا يعني الفتره اللي فاتت ديت انا ما كنتش بدي العب حاجه خالص. وكان قبل كده كان العادي يعني كان بيبقى معانا دكتور وبنعرض عليه هناخد كذا 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 المكملات الغذائيه. اه طبعا. وكان المدرب هو اللي بيديها. لا ان شاء الله هيبقى في دكتور وهو اللي هيدي بايده وهو اللي هيبقى مسؤول عن اي حاجه للعيبه تاخدها. المدرب شغلته مدرب، الدكتور شغلته دكتور، عشان ما نقعش في اي حاجه. وده الافضل. ان شاء الله ما نقعش في اي حاجه، وان شاء الله اللي جاي بقى افضل، لان دايما بقول اللي بيتعب دايما بيلاقي. واضح ان حضرتك تعبت جدا معاهم، وان شاء الله ربنا هيكرمك فيهم وهنحتفل يا رب كلنا يا رب. ان شاء الله يبقى لينا العمر ونحتفل بميداليات في باريس. في كابتن محمد عثمان المدير الفني لمنتخب رفع الاثقال، انا بشكر حضرتك. ربنا شكرا جزيلا. شكرا عشان هي بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من ملاعب الابطال. الى اللقاء.